حياكم الله متابعين قناة الأيام. احنا موجودين في العاصمة القطرية الدوحة لحضور حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. هذا الحفل الذي توقف لمدة 4 سنوات بسبب جائحة كورونا. خلونا ناخذكم في تفاصيل التقرير التالي للتعرف على استعدادات الاتحاد الآسيوي لهذا الحفل وأيضا توقعات الإعلاميين لمن سيحصل على جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا. بقيادة معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة تعود احتفالية جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى الواجهة من جديد بعد 4 سنوات من الغياب بسبب الجائحة. وسيحتضن مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات الاحتفالية والتي تقام للمرة الأولى في دولة قطر. الحفل ليس فقط لأفضل لاعب، يعني اليوم الإعلام دائما يركز على اللاعبين الأفضل، لكن هو تكريم المبدعين بشكل عام في كرة القدم الآسيوية. هناك يعني فئات لجوائز أحسن لاعب، أحسن لاعبة، أحسن لاعب خارج القارة، أفضل مدرب، أفضل لاعب كرة قدم للصالات، أيضا حتى الفئات العمرية أيضا بالضبط، أيضا الاتحادات. هناك عدة فئات للاتحادات المتميزة في القارة الآسيوية. هناك تقريبا يعني غدا سيكون هناك 17 جائزة إن شاء الله ستتوزع. مناسبة سعيدة جدا حقيقة بعد 4 سنوات من التوقف أن تعود مثل هذه الاجتماعات الكبيرة جدا والاحتفائيات الآسيوية لعناصر اللعبة، وهذا شيء مهم جدا افتقدنا حقيقة أنه يصير في تتويج لعناصر اللعبة طوال الفترة الماضية، رغم أنه النشاط الكروي في قارة آسيا لم يتوقف، وهذا شيء جميل. كرنفال ننتظره بإذن الله يوم غد، يكون نوع من التكريم للنجوم اللي تميزت خلال موسم طويل، إن كان عبر فرق جوائز الفرق أو جوائز الفردية كالمدرب وأفضل لاعب. وتأتي عودة جائزة أفضل الجوائز الاتحاد الآسيوي بعد غياب 4 سنوات بمحلها، خاصة أن الأمور استتبت الحمد لله، ودائما الاتحاد الآسيوي يعني موجود لحتى يقدم كل ما هو جديد. الأنظار جميعها ستكون مسلطة في الحفل على جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا، واللي يتنافس عليها كل من السعودي سالم الدوسري والقطري المعز علي والإسترالي ماثيو ليكي. قد يكون التوقع صعب، لكن الأقرب حقيقة وفق المعطيات الموجودة هو أنه سالم الدوسري اللاعب السعودي المهاجم سالم الدوسري قد يكون الحق لعامين متتاليين. ما بعرف، عندي ما بدي أقول إحساس يعني أنه الجائزة قد تكون أقرب لسالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال. ما لا يقل عن 150 إعلامي يعني تقريبا قدم للحصول على الاعتماد، يعني هذا شيء طيب. اليوم أيضا كان في مؤتمر الصحفي للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب، وكان حضور طيب، أيضا مؤتمر كان متميز. الحفل بيشهد عدة جوائز ثانية تشمل فئات عديدة. هذه الجوائز شكلت اهتمام كبير لكافة الوسائل الإعلامية المتواجدة في قطر لتغطية الحدث.